الرحمن الرحيم أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات وتحديات هذا المساء المميز بانطلاقة الشوط الخامس لفئة الحيل. ينطلق من مسافة 8 كيلومترات الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات المميزة التي تنطلق باحثة عن هذا الناموس المميز والثمين في هذا المهرجان الكبير. 10 أيام مهرجان الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات المتواجدة الباحثة عن الناموس الباحثة عن هذا الانتصار المميز. 10 أيام من الحماس والقوة من الإثارة في هذا العالم الساحر. نتابع شعارات العمالقة، شعارات الكبار المتواجدين في هذه المنافسة. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد شواهين بالشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يشارك في هذا التحدي الكبير، متواجد مع البداية على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة. هنا عفارم لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد مع عفارم مشاركا في هذا التحدي، بمتابعة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يتابع عفارم على المركز الثاني تتسلل بدورها إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث القادمة هنا والحاضرة هنا الدوحة مع بشعار البرنس محمد بن طالب بن عقيل يتواجد مشاركا في هذا التحدي على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة هنا الهنوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية، مشاركا في هذه المنافسة بتحديات الهنوف على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء والشعارات المتواجدة، الشعار بوثلاب يتواجد مشاركا مع تحديات وانطلاقة وزن ثلاب الراشد بثلاب بن جليميد أجري مشاركا في هذا التحدي مع وزن التي تتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء المميزة التي سيطرت وجاءت بدائرة النداء والإذاعة بأول نداء تمت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذا التحدي، مع هذا المسار المميز والجميل، مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمتواجدة في هذه المنافسات المميزة ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد. نتابع ونستمتع بحضور هذه الشعارات الكبيرة وبحضور الكبار في هذا المساء. نتابع الأسماء، نتابع التحدي، ونتابع تألق والإبداع هذه الأسماء الكبيرة والنوعيات الفريدة المتواجدة في هذا العالم الساحر. نعود مباشرة مع البداية ومع مقدمة الشوط. شواهين ما زالت مع البداية ومع القيادة والريادة، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مشاركا في مسار هذا الشوط، أحد الشباب المميزين الحاضرين دائما المتواجدين في هذه المنافسات غادمين من أجل خطف النواميس. بينما المركز الثاني أتابع شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بحضوره المميز في هذا المساء، يتقدم متابعا مراقبا لأحداث هذا الشوط ومراقبا لعفارم التي تنطلق مع المرتبة الثانية، بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع عفارم على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث القادمة هنا الدوحة بشعار محمد بن طالب بن عقيل يتواجد في هذا التحدي، يتواجد بمشاركة الدوحة على المركز الثالث، أحد الأسماء القوية والمرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط، تأتي مباشرة في موقع التحدي والمنافسة. المركز الرابع ننتقل مباشرة، وصلت أحد أوراق المسند الرابحة، وصل مع الدعم لكي يواصل في هذا التحدي الكبير، دعم على المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد بتواجد دعم على المركز الرابع. المركز الخامس وزن بوثلاب مشاركة ومتواجدة في هذا المسار المميز، ثلاب الراشد
راشد بن فلاق بنجلة ميد الهاجري يقدم لنا وزن على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار في هذا المسار المميز. أربع أو خمس مراكز تتنافس في هذا التحدي الكبير، وأربع كيلومترات راحت قطعناها ومتبقية نفسها في هذا التحدي الكبير عن السيارة وعن الانتصار وعن الناموس. نتابع الأسماء ونتابع شعارات الكبار في هذه الأمسية التراثية المميزة. تابعنا شعارات العمالقة، تابعنا الأسماء الكبيرة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، في هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الأجيال العربية الأصيلة. ولكن نتابع هذه اللقطات الجميلة مشاهدينا مستمعين الأفاضل على قناة الريان الناقلة لهذا المهرجان، ومخرجنا أحمد الحمادي الذي يقدم لنا هذه اللقطات المميزة، هذه اللقطات الجميلة لكي ينقل لنا هذا المهرجان بأفضل صورة للمشاهدين ولمحبي وعاشقي هذه الرياضة الكبيرة والعريقة. ولكن نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع شواهين القحطاني ما زالت في القيادة والريادة، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. ولكن الدوحة غادمة وحاضرة بهذه المنافسة بشعار البرنس، يتواجد متابعا للدوحة على المركز الثاني. تسللت الدوحة إلى المركز الأول، تمهد الطريق نحو الانتصار نحو الإنجاز بشعار محمد بن طالب بن عقيل، يتواجد مع الدوحة شواهين على المركز الثاني. ولكن عفارم على المركز الثالث بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. في المتابعة والتضمير يتابع عفارم على المركز الثالث، يقدم لنا أحد أوراقه المميزة، هنا تحتل المرتبة الثالثة، تواصل مسيرة الضغط على المقدمة. بينما المركز الرابع أتابع هناك الأسماء، أتأخر قليلا لكي يتابع الشعارات والنجوم الحاضرة والمتواجدة في هذه المنافسة. دعم على المركز الرابع حاضرة ومتواجدة أيضا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ومحمود، يتابع هذا التحدي، يتابع عفارم ويتابع دعم على المركز الثالث والرابع. المركز الخامس أرى هنا في هذه اللحظات، أرى الشعارات الكبيرة بدأت تقترب بهذه اللحظات، وبروق أول الغادمات أول الحاضرات أول الواصلات إلى المنافسة غادمة بروق لهجن التحدي، حاضرة ومتواجدة في هذا المسار المميز. هذا ندانا مشاهدينا مستمعين الكرام، والنتيجة للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة في هذا المسار المميز والجميل. نتابع شعارات العمالقة، نتابع هذه الأسماء الكبيرة والنجوم الساطعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. تابعنا التحدي ونتابع هنا هذه الشعارات المميزة الباحثة عن هذا الإنجاز، الباحثة عن ناموس ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير والمميز. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع الشعار بن عقيل ما زال في مقدمة هذا الشوط. الدوحة على البداية، محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا يتقدم مشاركا، ينطلق مع القيادة والريادة كيلوين. يا مضمرين هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. عفارم المسند على المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بحضوره المميز في هذا المساء، يتابع عفارم على المركز الثاني. وثالثا شواهين القحطاني ما زالت في صلب المنافسة، تتقدم على المركز الثالث بقيادة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. والمركز الرابع وصل الدعم لكي تقدم الدعم والمساندة إلى عفارم حاملة للشعار شعار الخور وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. في المتابعة في هذا التحدي يتابع دعم وعفارم المركز الخامس. نتابع هذا التحدي، نتابع هذا المسار، بروق يا بروق حاضرة بروق وشعار. هجن التحدي بدأت تقترب من المنافسة، بدأت تقترب من هذا الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ولكن القحطاني تسلل وعاد إلى الصدارة مباشرة واستعاد الحقوق
المنهوبة من الدوحة ومن عفارم. هنا انطلاقة شواهين محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز، نحو الانتصار المشرف، نحو اقتناص ناموس هذا الشوط والسيارة التي تنتظر عند خط النهاية. شواهين مع البداية، الدوحة على المركز الثاني، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، ولكن دعم هنا غادمة بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد يتقدم مشاركا مع دعم ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا لدعم على المركز الثاني، ثالثا الدوحة محمد بن طالب بن عقيل، رابعا عفارم للأنير ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد، خامسا بروق لأجل التحدي. ولكن نعود مع البداية، صراع المقدمة، صراع الكبار في هذا المسار. شواهين على البداية، شواهين القحطاني، دعم المسند على المركز الثاني، ما زالت تواصل مسيرة الضغط على المقدم وعلى التحدي. الدوحة على المركز الثالث بقيادة محمد بن طالب بن عقيل، ورابعا عفارم المسند هنا يقدم لنا ورقتين رابحتين يطلق بهم هنا في هذا الانطلاق. دعم هنا على البداية، تسلل الدعم، شواهين على المركز الثاني، الدوحة عفارم منافسة مع اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، دعم وعفارم، شواهين والدوحة، اللحظات الأخيرة، المسرد بن عقيل القحطاني، اللحظات الخطيرة الخطيرة. الله 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 الله، دعم والدوحة، ولكن دعم تحقق هذا الإنجاز. تهانينا والناموس لملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد على فوز دعم وتحقيقه للإنجاز، وتهانينا للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي تابع دعم حقيقة هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الدوحة لمحمد بن طالب بن عقيل، المركز الثالث عفارم لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، المركز الرابع شواهين محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، المركز الخامس بروق لهجن التحدي. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، تابعتم معنا المنافسة والتحدي في هذا المسار المميز، في هذه الأمسية التراثية المميزة. جاء الدعم بنجوميتها لكي تحقق هذا الانتصار. 12 دقيقة 50 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز دعم وتحقيق للإنجاز، وتهانينا للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيب الذي غاد دعم حقيقة هذا الانتصار. المركز الثاني الدوحة، 12 دقيقة 50 ثانية، 84 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز الدوحة في المركز الثاني. المركز الثالث عفارم، 12 دقيقة 50 ثانية، 88 جزءا من الثانية، تهاني والناموس أيضا لملك السيوف ناصر.